اوه السلام عليكم ورحمه الله مقطع جديد اليوم جاي لكم مقطع سيزن جديد من فورتنايت سيزن 7 كابتر 2 للامانه كل شيء في المقطع راح تشوفونه قدامكم لا يفوتكم الجيم كان جدا 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 رهيب فلا تقصروا بالدعم لايك اشتراك ولا تنسون كود الايتم شوب في اس ال جدا جدا مهم انك تحط كود الايتم شوب لانه راح يدعمني كثير نفس المقطع شوفوا البدايه وقت ما ادخل فورتنايت وقت ما اشتري باتل باس ترى في توزيع وكذا اسم الكلام هناك تابعنا سناب انستغرام لان فيها الاشياء الحلوه هذه يعطيكم العافيه استمتع بالمقطع بسم الله وعلى بركة الله الحين كما داخلين سيزن جديد ما شفت أي شيء عنه مثل ما تشوفون الصورة اللي قدامكم بس هذه تحكي أوكي هلا بي تريلر حلو شوف الذرة كأنه سكن الموزة أوكي هلا بي سكن ذبانة لا تقول بيشيلون السيارات يقول صارت اشياء ما عمرهم شافوها من قبل انا ما ادري ليش اسمها صار بالعربي هلا بي اوكي عرفتوا المكان هذا اللي فوقه ايش يسمونه اللي فيه بوس وما ادري ايش ركن والتي اوكي سووا كلمة سر فتحت البوابة شفطت الجزيرة كاملة او المكان كامل وذا فرحان الفضائي انفيجن سيزون 7 لا يكون خاص بالفضائيين اوكي والله العظيم استفهامات كثير اوكي باتل باس سيزون 7 والله سكن ده لو بيطلع بيصير جامد يقول اننا قاعدين على حرب يقول مع ايش حلو وش التغييرات يقول ضدنا اعداء ما نفهمهم هلا ولا لا لا مستحيل وات السلاح يشيل سياره يذبها سوبرمان بعد دام لا مستحيل والله العظيم شيء غريب طيران لا يكون هذا طور بس شوفوا كيف ضيين وات اوكي وات مشكلة ما خلصت السيزون اللي راح ما خلصت باتل باس حقه شوفوا كيف الباتل باس طيب بنعبي في بوكس وباذن الله باذن الله وقت ما تشوف هذا المقطع باذن الله في نفس اليوم راح اسوي سحب على 6 باتل باس 3 على سناب شات و3 على الانستغرام فتابعوني سناب شات وتابعوني انستغرام باذن الله بنزل وبختار 3 اشخاص من هنا و3 اشخاص من هنا راح يفوزون بالباتل باس خلونا الحين ناخذ الباتل باس حلو خلونا نشتري باتل باس بسم الله وين قلت باتل باس نشتري باتل باس هذا بسم الله وعلى بركة الله شوف باتل باس معكم راح نشوف الاشياء اللي اخذيناها او طلعت لنا اوكي هذا اول سكن يبين لك انه فضائيين كاميرا ما ادري ايش هذا الاسم بس اوكي خلونا نشوف الباتل باس والاشياء الباقيه هذا يقول لك اللي هو بيج 1 غيروا نظام الباتل باس اول كان يجي سطر واحد لكن الحين شوفوا كيف بيج 1 بيج 2 زي كذا شوفوا مركب الفضائيين 100 في بوكس حلو خلونا نشوف بيج 2 اوه كل بيج له سكن خاص مع اغراضه شوفوا كيف جيتار هنا ميوزك خاصه اوكي بيج 3 لحظه بيج 2 بيج 3 نفس السكن اللهم انه لابس الجاكيت هذه اوكي شوف الرقصه اجل الاغنيه بس اوكي هلا بي والله العظيم رهيب والله العظيم رهيب دام هذا اللي ب 30 يطلع لك ذا والله العظيم طقمه رهيب وشكله رهيب اوكي شوف الاكس حقه والله العظيم انه رهيب زمان ما عجبني سكين من الباتل باس زي كذا والله من زمان اوكي سيء مره ذا بس كنا شايل سباس اوكي ننزل تحت شوف السكين اللي بعده هذه هي اللي تشيل سكن
اوكي والله العظيم شيء غريب يعني. اوكي خلصنا من هذا الصفحه السادسه، نروح السابعه. وسكن فضائي كالعاده، اشياء غريبه. شوف الجلايدر، هذا جلايدر ولا ايش؟ ولا شنطه؟ شكلها شنطه. حلو، شوف العكس حقه، منشار. والله العظيم اشياء غريبه. اوه دام، والله رهيب هذا، والله رهيب. شكل ريك اند مورتي سكن هذا، شكله ليفل 100 شكله، والله ذا رهيب، رهيب جدا بعد. اوكي شوف الاكس حقها. اوكي هذا يكون ورا، هذا اتوقع حول سكن بس شعر اقل، بس ما عجبني الامانه. خل اشوف الايموت هذا. هلا بي، هلا بي التان. دام ليفل 90، يا ساتر، والله العظيم شيء رهيب، جد شيء رهيب. اشوف الرقصه. اوكي يعني هذا اخر شيء ليفل 90 يفك عندك هذا، اتوقع انه يلفل نفسه بعد. اوكي اوكي اوكي، في خمس نجوم تشوفون فوق يمين، يعني هنا يقول لك 500 نجمه عشان تفك لك هذه الى ليفل 100 تقريبا، او باتل باس تير 100 شيء زي كذا. اوكي كل واحده تعطي نجوم. اوكي اوكي اوكي، خلونا ندخل جيم، والله متحمس اشوف الاقيام من الله. طبعا قبل كل شيء لازم تحطون كود في اس ال هنا اذا بتشترون من باتل باس، يعني الحمد لله اني حاطه، مع انهم ترى يشيلونه بدايه كل سيزون، لكن الحمد لله انه ما شالوه الحين. جابوا سكن هارلي كوين. اوكي لا تنسوا كود فيصل، الله يسعدكم، ترى جد 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 يسعدني انكم تستخدمونه، واي احد يشتري يرسل على انستغرام او سناب شات. خلونا ندخل جيم بسم الله. اوكي دخلنا، شوفوا اسماء المدن، قاعد تلاحظون تختفي. ليزي باني بورس، ما ادري وش هذه. سليرب، اوكي سليرب عاديه، يعني ما غيروا كثير في الخريطه. ليكون هذا بيكون الباص حقنا، يعني مثل الباص اللي في بدايه الجيم. اوكي ما ادري ايش في طلعني، لا والله باص عادي. طيب خلونا نروح هنا، خلونا نروح هنا نشوف المدينه، مع ان هذه فيها استكشافات، بس هنا سويتي ساند اتوقع، وهنا في مدينه ثانيه وزي كذا، بس بنروح هنا عشان نشوف سالفه المدينه وش صار فيها، مع اني ما اتوقع انه صار شيء، يعني غالبا انه زحمه مره ما نقدر نسوي شيء. وش هذه؟ تشوفون؟ رجع سنايبر، ديم اخيرا يا رجل. والله الفقع، معليش لازم نفقع. انا ودي اروح هيل وارجع، بس يعني عشان ما معي اسلحه وزي كذا، فالوضع يعني لكم عليه صراحه. نروح لهذا التشست وناخذ التشست بسم الله. نبغى سلاح زي الناس، تكفون نبغى شيلد. اوكي ولا شيء كويس عشان ما نموت موت خايس وزي كذا. خلونا نروح هنا ونشوف ايش فيه هناك. اوكي في تليفون، والله يا اشياء واجد. شوف كيف الاماكن هنا، شوف الاشجار. 60 حلو، ممتاز مره ممتاز. ايش في الدنيا كذا صارت منوره بزياده، ايش السالفه؟ شوف شوف قاعد تشوفون المكان، في شيء ازرق هنا، وش ذا؟ اوكي خلونا نستكشف المدينه معكم. والله في دقاق، والله في دقاق. يا ساتر، واو يا ساتر، اعوذ بالله. يا الله يا ساتر، ما شاء الله الكريم يا اللوت، والله يا ساتر. وش السلاح؟ ريل جن. ها والله بالغلط، انا اسف. الانشباد، لازم ننحاش. معرق اللي عندي، الله يستر. امشي امشي يا شيخ، الله العظيم ابقى لذ الناس، والله العظيم اني شفت الموت. يا ساتر، اعوذ بالله. وين اللنش بس؟ انا ما ادري هذول بيهجمون علي ولا لا، لكن نروح ونشوف ناخذ المتكت لازم، ولا موارد ولا شيء. تسمعون الاصوات؟ في صوت تشست. لا 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 لا، ما موت كذا، ما موت كذا، ما موت كذا. كان سيء جدا والله، يا جيم رهيب صراحه، اصوات مزعجه. ها يحط طاق معهم. ايه يموت، والله مكان غريب. امشي، هتوه باني صح؟
والله ازعاج ما اسمع شيء. قيام تخوف يا عيال او جيم يخوف. وين راح؟ اني بديت ارتبك ان نهايه الجيم وحرام ان نموت موت غبيه. اوكي. اعوذ بالله يا العرق. طيب الى هنا وصلنا لنهايه المقطع. لا ما تقصرون بالدعم، لايك، اشتراك، كل تبون ننزل اكثر من فورتنايت، نجرب اسلحه وزي كذا تبري تحت في الكومنتات. يعطيكم العافيه على المشاهده، نشوفكم على خير.